قال الذين كفروا
على نار مبين. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. نستوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فلو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون. وزلزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون.
فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم. أوفنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي، إلهي يا ربي، إلهي يا رب العالمين. أقرأ القرآن الكريم يا عاصم كرسي نعمتنا إزاد وجلالي نعمتنا قبول إلي يا ربي. أقرأ القرآن الكريم بندان 1445 سنة أول هرانور دعوة دعوة موفق olmuş. Şu anda Medine Münevvere'de yatan ve her an ismi şerifi milyonlarca kişi tarafından alınan Peygamberimiz şefaatimiz Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Gecenin mevcudiyet içerisinde la mabud illallah, la mahsud illallah, la ilahe illallah diyen aşıklar, sadıklar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı tezakabbel eyle ya Rabbi ve kabulün hasenin ayeti kerimesinin sınırlarını mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin, okunan aşk-ı şeriflerden hasıl olan cevabı evvela Peygamberimiz, şefaatçimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Diğer Peygamberlerimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram'ın, Evliya'nın, Şöhda'nın onlara da hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin, okunan aşk-ı şeriflerden hasıl olan cevabı hasreten biraz sonra cenaze namazını kılacağımız merhume annemizi ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Günahların varsa affet mağfiret eyle. Kabrini dünyanın makamını cennet eyle. Geride kalanlara sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, okunan aşk-ı şeriflerden hasıl olan sevabı yine uzaktan yakından gelen şu anda duamıza amin diyen şu cemaati müslüminin ahirete intikal eden bir cümle geçmişlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ettik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Onların da günahları varsa affe mağfiret eyle. Ya İlahi Alemin, okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı bu dünyadan göç eylemiş, nesilleri kesilmiş, uğra bir Fatiha bekleyen bir cümle müminin ve müminin kullarının ruhlarına da hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi de mukaddes değerlerimizi savunması için şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhuna da hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan dualarla beraber kabul eyle ya Rabbi. Etti kullarına deva, hasta kullarına şifalar ıslan eyle. İmanımızı bir bardak suyla almak isteyen şeytana fırsat vermeyin. Buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulüh diye sana kalmak cümlemize nasip etmezler eyle. Allahümme Rabbena atina fiddünya hasreten ve fil ahireti hasreten ve qina azabennar. Rabbena aghfir li ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab birahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.
uzaklar boşuna da.